هي احصائيات بتبين لنا مدى المنافسه المستمره في البطوله ورغم كده الكوره ملهاش كبير والكرة ملهاش كبير احنا شفنا نتائج مفاجاه شفنا النمسا بتكسب هولندا 4 3 2 شفنا زي ما قلت لك سويسرا بتقصي ايطاليا من البطوله الاول فوز من 93 عايز اقول لك بس مقارنه بيورو 4 2004 ويورو 24 ان احنا زي ما بنقول ان دي دور الثمانيه ده كان الاقل تهديفيا في النسختين ولكن في يورو 2004 احنا شفنا بطل جديد لاول مره لليورو هو منتخب اليونان يمكن نشوف بطل جديد ليورو 24 وهو انجلترا ودي المفاجاه اللي الناس بتستغرب معقوله منتخب انجلترا ما خدش اليورو قبل كده اصل كره القدم في العالم ما كانش ليهم تواجد لا هم ما وصلوش النهائي غير مره واحده النسخه اللي فاتت وخسروا امام ايطاليا بهدف اسف بركلات الترجيح وقدر منتخب ايطاليا يحسم ويفوز باللقب إحنا معانا أرقام ومعانا إحصاءات كمان عن منتخب إنجلترا ممكن بزق. نبتدي نعرف منتخب إنجلترا اللي هو عليه علامات استفهام كتير قوي إحنا بنتكلم أقوى منتخبين من قبل ما اليورو يبدأ ومرشحين بقوة كعناصر وكسكواد هنا وهنا كان منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا، م. لما نكتشف إن المنتخبين دول يمكن من أضعف خطوط الهجوم طب إزاي؟ ساوث جيت عليه هجوم كبير جدا المدير الفني لمنتخب إنجلترا أي. عليه هجوم كبير جدا هو هو إيه اللي بيحصل؟ ازاي انت بالاسماء دي كلها ولغايه دلوقتي انت كل ماتش 1-0 1-1 ضربات جزاء 2-1 صدفه بس هو اشتغل على نقطه كانت فاصله ومشكله بالنسبه للمنتخب اللي هي اللعب على ركلات الترجيح هو اشتغل عليها فتره طويله جدا وهي دي اللي حسمت له المباراه ده ولكن سكواد منتخب انجلترا في حد ذاته انت ما ينفعش توصل لركلات الترجيح م. منتخب انجلترا لعب دور ثمن النهائي ودور ربع النهائي الماتشين وصل وقت اضافي اكسترا تايم وماتش منهم رحله ركلات ترجيح خليني اقول لك خط هجوم منتخب انجلترا هم الرباعي المميز هاري كين جود بلينغهام ساكا احنا بنتكلم عن فيل فودن خليني اقول لك الاربع ارقام بتوع اللعيبه دول مع مع انديتهم هاري كين مع بايرن ميونخ جاب 44 هدف صنع 12 هدف في 45 مباراه ده من هدافين العالم هاري كين كمان نفس الكلام لو غيرنا هاري كين هنلاقي جود بلينكهام جاب 23 هدف صنع 13 هدف سجل في 42 مباراه مع ريال مدريد وطبعا كله عارف قد ايه اثر كتير جدا وجود بلينجهام مع ريال مدريد والتتويج باليورو والتتويج بالدوري والكلام ده كله. اللي بعده على طول في الفودن 27 هدف مع السيتي 12 صناعه 53 مباراه. واخيرا لو هنتكلم على ساكا 20 هدف و14 صناعه و47 في 47 مباراه. مجموعهم 165 مساهمه لاربع لعيبه مع انديتهم الموسم الحالي اللي خلص على طول أي. فانا ما بتكلم على عندي اربع لعيبه مساهمين في 165 هدف وانا لغايه دلوقتي في خمس ماتشات مسجل خمس اهداف بس يبقى انا عندي مشكله كمدير فني أي. ان انا بالانجهام مسجل هدفين هاريكين مسجل هدفين وساك الماتش الاخير هو سجل هدف التعادل في الاخر فانا عندي قوه ضربه اربع لعيبه فقط مسجلين 165 في مشو... 165 هدف في مشوارهم في الدوريات بتاعتهم ولكن اكتشف ان انتاجهم التهديفي ضعيف جدا جدا. طب انت شايف ماتشهم مع هولندا هيبقى عامل ازاي؟ هو يعني هو ساوث جيت فيه هجوم عليه فنيا لان الاسماء دي لازم تكون بتقدم احسن من كده بكتير ولكن انا شايف ان هو يعني نوعا ما فهم اللعبه انا مش محتاج اكسب خمسه وستة انا محتاج اكسب واحد واتاهل وده اللي بيحصل اهم حاجه انا ما استقبلش اهداف وانا اسجل في المقابل منتخب هولندا منتخب هولندا لا بيقدم اداء نوعا ما مرضي أه عايز اقول لك هو يمكن الخط الدفاع بتاعه هو بس اللي بيعاني شويه أه دخل فيه في دور المجموعات اربع اهداف خسر زي ما قلت لك لما خسر في مباراه النمسا ثلاثه يمكن في بعض شويه مشاكل هي مباراه الفرقتين مرتاحين باستثناء انجلترا انه صعب على نفسه الامور في في المباراتين اللي فاتت سواء في دور طمن النهائي وربع النهائي انه وصل بيهم لوقت اضافي والمباراه اللي فاتت وصل لضربات جزاء فصعب على نفسه الامور بدنيا شويه ولكن بسكواد منتخب انجلترا لا هو يقدر يلعب مش 120 دقيقه يلعب بيلعب ماتشين ثلاثه كمان بقوه الاسماء اللي عنده هنشوف مباراه متوازنه أه يعني وبالنسبه برضو للمباراه الثانيه بس خلينا في المباراه دي الاول هنشوف مباراه متوازنه تمنياتي منتخب هولندا اللي يصعد لان انجلترا ما قدمش اللي يستحق عليه الصعود ولكن توقعاتي هو منتخب انجلترا في النهائي ده بالنسبه للمواجهه الاولى في الطرف الاول